لقد حظى الله المغرب بموقع استراتيجي هام منفتح على أوروبا من جهة وإفريقيا من جهة أخرى، وبمساحة شاسعة تبلغ 710,850 كيلومتر مربع، وسواحل تمتد على مسافة أكثر من 3,500 كيلومتر، مستقطبة 63.4% من الساكنة الحضرية و 80% من الأنشطة الصناعية المتمركزة، ومطلة على بحرين كبيرين، البحر المتوسط والمحيط الأطلسي. يتوفر المغرب كذلك على ثروة بشرية مهمة تقدر ب 36 مليون نسمة، تشكل فيها الفئات العمرية الشابة نسبة مهمة. ولقد حققت بلادنا خلال العشرين سنة الأخيرة تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله تقدماً اقتصادياً واجتماعياً ملحوظاً، شمل مجموعة من المجالات كالفلاحة والتجارة والصناعة والسياحة، إضافة إلى تعزيز تجهيزات الأساسية من طرقات وسدود ومطارات وموانئ. يتميز المجال الطبيعي للمغرب بتنوع تضاريسه واختلافها واحتضانها لأربع سلاسل جبلية كبيرة تغطي 15% من مجموع التراب الوطني، وصحاري تمتد على 65% من مساحة المملكة، ضمنها 44,000 هكتار من الواحات، بينما الغابات تغطي 13.5% من المساحة الإجمالية. تتميز هذه المجالات باحتوائها أحد أغنى التنوعات البيولوجية بحوض البحر المتوسط، فالمغرب يتوفر على ما يناهز 24,000 نوع من الحيوانات و 7,000 نوع من النباتات، غير أن هذه الأوساط الطبيعية تتعرض لضغوطات بسبب الأنشطة الإنسانية وما يترتب عنها من انعكاسات سلبية على التوازنات البيئية والنظم الإيكولوجية، زادت من حجمها آثار التغيرات المناخية في السنوات الأخيرة. وهكذا فقد تقلصت نسبة الفرد من الموارد المائية لتصل حدود الإجهاد المائي، حيث بلغت 620 متر مكعب في 2020 في ظل الطلب المتزايد عليها باستمرار في قطاعات الفلاحة والصناعة والسياحة، بالإضافة إلى تعرضها للتلوث نتيجة المخلفات المنزلية والصناعية. وتشكل النفايات الصلبة خاصة المنزلية والتي يقدر إنتاجها اليومي بأكثر من 20,000 طن تحدياً بيئياً كبيراً إذ لم يتم التخلص منها بطريقة عقلانية ومندمجة. كما أن السواحل المغربية مهددة بالضغوطات الناتجة عن الأنشطة الاقتصادية والسياحية والعمرانية وما يمكن أن يترتب عنها من تلوث صادر من المقذوفات المنزلية والصناعية غير المعالجة. وتتعرض الثروات الطبيعية من غابات وتنوع بيولوجي لضغوطات متزايدة نتيجة لعوامل طبيعية وسوسيو اقتصادية، بحيث أن 23% من أنواع النباتات و25% من الحيوانات مهددة بالانقراض. كما يجب إلاء عناية خاصة لجودة الهواء بالمدن الكبرى والأحياء الصناعية، وذلك بفعل تنامي الأنشطة الصناعية وارتفاع حركة السير وتطور حظيرات السيارات. إن التزام المملكة المغربية بمبادئ التنمية المستدامة كخيار استراتيجي عرف طفرة نوعية من خلال دستور سنة 2011 الذي جعل التنمية المستدامة حقا لكل مواطنة ومواطن، كما تجسد أيضا باعتماد قانون إطار بمثابة الميثاق الوطني للبيئة والتنمية المستدامة تم تنزيله من خلال المصادقة على الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف المجلس الوزاري المنعقد تحت الرئاسة الفعلية لصاحب الجلالة محمد السادس حفظه الله في يونيو 2017، والتي تشكل إطاراً مرجعياً من أجل إدماج أكبر للبيئة والتنمية المستدامة في البرامج القطاعية. وقد تم تنزيلها من خلال وضع إطار للحكامة يتضمن لجنة وطنية للتنمية المستدامة تحت رئاسة رئيس الحكومة وإعداد المخططات القطاعية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مخطط أفقي يتعلق بمثالية الإدارة. من جهة أخرى، شرع المغرب في تعزيز وتفعيل مجموعة من الأفراش، حيث قام بتعزيز التنسيق مع مختلف المتدخلين المؤسساتيين وتقوية الترسانة القانونية البيئية ومطابقتها مع الاتفاقيات الدولية المعتمدة كقانون الساحل وقانون التقييم البيئي ومشروع قانون بمثابة مدونة للبيئة وقوانين أخرى. كما قام بوضع آليات تمويلية من خلال إحداث الصندوق الوطني للبيئة لتشجيع الاستثمار الأخضر في مجالات البيئة والتنمية المستدامة. كما تم تعزيز آليات الرصد والوقاية والمراقبة من خلال إنشاء المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث والمرصد الوطني والمراصد الجهوية للبيئة والتنمية المستدامة، وتطوير شراكات بين الشرطة البيئية وباقي هيئات المراقبة كالدرك الملكي والمياه والغابات وشرطة المياه.
وعمل على تسريع إنجاز مجموعة من برامج التأهيل البيئي مثل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج، حيث ارتفعت نسبة الربط بالشبكة التطهير السائل إلى 82% ونسبة معالجة المياه العادمة إلى 56%. والبرنامج الوطني لتدبير النفايات المنزلية والمماثلة لها الذي مكن من رفع نسبة جمع النفايات المنزلية إلى 96% حالياً ونسبة طمر النفايات بالمطارح المراقبة إلى 63%. والبرنامج الوطني لتتمين النفايات وتدويرها، حيث تم الشروع في هيكلة عدة منظومات لتتمين النفايات كالبطاريات المستعملة والزيوت الغذائية المستعملة والدهون الحيوانية والزيوت الصناعية المستعملة ونفايات الورق والكرتون والعجلات المستعملة، ثم البرنامج الوطني لمكافحة التلوث الصناعي وتلوث الهواء، وبرنامج تتمين الأوساط الطبيعية وحماية التنوع البيولوجي، وبرنامج التدبير المندمج للساحل. كما تمت بلورة مجموعة من الاستراتيجيات القطاعية التي تروم تعزيز الاستدامة وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والمحافظة على الثروات الطبيعية. وفي هذا الإطار تهدف استراتيجية غابات المغرب 2020-2030 إلى المساهمة في تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال إنشاء نموذج تدبير تشاركي شامل ومستدام للوصول إلى مساحة تشجير تبلغ 100,000 هكتار سنويا في أفق 2030. وفي إطار الاستراتيجية الطاقية الوطنية القائمة على تثمين الموارد الطاقية المتجددة وتعزيز النجاعة الطاقية والاندماج الجهوي، قام المغرب برفع سقف طموحاته في مجال الطاقة المتجددة لتصل مساهماتها إجمالي الطاقة الكهربائية المثبتة إلى 52% في أفق 2030. كما تم إطلاق برامج جديدة في هذا المجال كبرنامج تزويد المناطق الصناعية الوطنية بالطاقات المتجددة بغية تقليص الفاتورة الطاقية وتحقيق الأمن الطاقي والوفاء بالالتزامات الدولية في مكافحة التغيرات المناخية. بالإضافة إلى ذلك، يتم البحث عن مصادر أخرى للطاقة المستدامة من خلال برنامج التثمين الطاقي للكتلة الإحيائية والطاقة الهيدروجينية والطاقة البحرية. ومن أجل تدبير أمثل للموارد المائية، قام المغرب بتبني سياسة مائية وطنية من خلال المخطط الوطني للماء 2020-2050 الذي يهدف إلى الزيادة في العرض وخفض الطلب بفضل إنجاز السدود وتحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه المعالجة وتشجيع الاقتصاد في استعمال الماء. إن الورش المتعلق بالنقل المستدام يكمن في التقليل من الانبعاثات والآثار البيئية الأخرى من خلال تعميم الوقود الأنظف وتعزيز النقل العمومي النظيف وتتبع مستوى تلوث الهواء. وتترجم استراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 رؤية شمولية ومتناسقة لتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الفلاحي من خلال ترشيد استعمال المياه الري والحفاظ على التربة والنهوض بالمنتجات البيولوجية. كما شرع المغرب في تنفيذ برنامج عمل وطني للحماية والاستعمال المستدام للتنوع البيولوجي، وذلك بتعزيز الشبكة المكونة من 10 منتزهات وطنية و154 موقع ذو أهمية بيولوجية وإيكولوجية، وإنجاز برنامج لحماية المناطق الرطبة يهم 20 بحيرة طبيعية وجميع بحيرات السدود ومصبات الأنهار والوديان والبحيرات والمستنقعات والمناطق الساحلية التي تعد ملاذا للعديد من الحيوانات البرية خاصة الطيور المهاجرة. كما قام بإعداد مخطط لحماية وتأهيل الغابات الحضرية والمجالات الترفيهية. وبهدف تعبئة الفاعلين الأساسيين، تم وضع برامج للتعاقد من أجل تنزيل الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة على المستوى الترابي بشراكة مع الجماعات الترابية ومع الهيئات العمومية والمقاولات الخضراء ومع فعاليات المجتمع المدني من خلال برنامج دعم المشاريع الجمعوية البيئية وتقوية القدرات. وتشكل التوعية والتربية البيئية رافداً أساسياً لمواكبة الدينامية البيئية ولخلق تعبئة شاملة حول قضايا البيئة تساهم في تطوير وترسيخ ثقافة بيئية لدى كافة مكونات المجتمع. وفي هذا الإطار تعتبر برامج مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا حسنة، سواء المدارس الإيكولوجية أو الصحفيين الشباب من أجل البيئة، نموذجاً رائداً في هذا المجال يحتذى به على الصعيد العالمي.
وقد مكنت هذه المجهودات من تكريس الدور الريادي لبلادنا على الصعيدين الجهوي والعالمي من خلال التقارير الدولية الأخيرة، وهو ما يشكل حافزاً آخر لبذل مزيد من الجهود من أجل رفع التحديات المتعلقة بالبيئة والتنمية المستدامة، أخذاً بعين الاعتبار النموذج التنموي الجديد والإقلاع الاقتصادي لما بعد كوفيد-19، إضافة إلى مواصلة تعبئة كل الفرقاء المعنيين سواء على المستوى المركزي أو الترابي، وذلك بهدف تحقيق التوازن المنشود بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحافظة على البيئة والموارد الطبيعية، والتي أضحت في أكثر من أي وقت مضى الحصن الواقي للبشرية في مواجهة التهديدات الخارجية.